كل الشكر الأديب والمفكر الأستاذ عبد الرحمن الراوي. استمعنا إلى ثلاث رؤى مختلفة جميعها ألقت الضوء برؤى مختلفة. استمتعنا بحق تحدث المفكر الأستاذ سيد جعيتم، وتحدث دكتور أمير الشبل، وتحدث الأستاذ عبد الرحمن الراوي. حقيقة لم نمل من سماع الثلاث، دائما وأبدا معنا بإذن الله في نادي أدب مصر الجديدة. معنا مداخلة هامة، كان من المفترض أن يكون بين المناقشين اليوم، ولكن حالة ظروف الوقت لدي، ولكن هاتفني وقال عنوان الرواية جاذب، لو موجودة عندك بي دي اف ابعتها لي، أنا عايز أقراها. فبعتها له. الحقيقة فوجئت بأن هو بيقول لي أنا قريتها من قطعة واحدة أو طلقة واحدة على طول، ولقيته مجهز عنها مداخلة. نتمنى أن نستمتع بها معكم، مع مداخلة الأديب والمفكر الأستاذ صبر الجنزوري. فلا تفضل. السلام عليكم جميعا. كده كويس؟ في البداية طبعا أنا أشكر صديقي شاعر المحروسة بالأمس، بالفعل يعني حدث مقال بالظبط، فطلبت منه الرواية أرسلها لي عصر الأمس. فالعنوان يمكن لما طلبت الأستاذ أشرف أنا عايز رواية رعب. ليه؟ لأني لفت انتباهي العنوان فعلا، لأني أنا كتبت في الحتة دي، فحسيت ان في زي يقول ايه هل توارد افكار وكده، بس انا كتبت ايه قصه قصيره جدا جدا، بس مش عن الفتره اللي كتبها استاذنا الدكتور احمد محروس. كتبت قصه قصيره اسمها النفير، وكنت بتناول فيها الفقره اللي هي الخاصه بتاعت مقتل طومان باي، ومن خلال الخيانه والراجل اللي هو خانه اللي اسمه حسن مرعي، واللي اتكلم فيها برضو استاذنا الكبير استاذ سيد جعيتا خير بيه، واللي سموه وهو كان اسمه خير بيه. فتناولت الحته دي، فيعني حسيت لا انا عايز اقرا الروايه بتاع الدكتور احمد يعني وكده. الامر الثاني، وفي اللحظه اللي يمكن قاعد معاكم فيها يعني للمره الثانيه، ان انا بحس ان انا امام كاتب عنده حس وطني. الاسبوع اللي فات وفي نفس المكان كنا امام المهندس بيومي السمنودي، برضو كانت ديوان الشعر والمسرحية، وقد ايه احنا لمحنا الحس الوطني العروبي عند المهندس بيومي. في هذه الرواية ايضا انا لمحت الحس الوطني كبير جدا جدا عند الدكتور احمد محروس. ليه؟ هو تناول الرواية دي، بس هو عايز يقول حاجة، مش عايز يقول حاجة تاريخية ويسرد سرد تاريخي فقط وخلاص، لا هو عايز يعمل حاجة، عايز يقول حاجة. طيب أنا لما حطيت نفسي مكانه، طيب هو فكر إزاي وعايز يقول إيه؟ الرواية نفسها كل ما تقرأ هتبوح بأسرارها معاك، ويمكن ده اللي خلاني سبحان الله أول ما بدأت أقرأها انتهيت منها. يعني أنا استلمتها من صديقي الأستاذ أشرف العصر أمس، كان 4 أو 5 تقريباً، انا خلصتها ما بين الساعه 1 أو 2 بعد منتصف الليل، يا دوب كان بيتخيل بس ان انا ممكن اقوم اتغدى او اصلي او حاجه زي كده، لكن ما خرجتش يعني، حتى لما صليت في البيت قلت علشان اخلصها يعني. انا مش طول عليكم لان اعلم ان هذه مداخله والمفروض انها قصيره يعني في وقت. طيب ماشي يعني 5 أو 7. طيب يبقى جزاك الله كل خير، يبقى شاكر لحضرتك جدا يعني. أنا يمكن كنت كتبت بالفعل فيها حوالي 4 ورقات بالفعل بقى الملاحظات، وأنا أقرأ أسجل كل الملاحظات، فأرجو طيب يعني بما إني هستفيد شوية من شرح الورق لأن هياخد وقت.
ولكن هلخص بعض الملاحظات. فأرجو إن أحمد بي يتسع صدره ليا كما زي ما أنا هسجل الإعجاب بتاعي بالحاجات اللي أنا أعجبت بيها في الرواية والكتاب، يتسع برضو صدره للملاحظات أو التحفظات اللي ممكن أقولها. طيب أنا لما حطيت نفسي مكان كان أستاذنا الدكتور أحمد، هو عمل إيه؟ يعني هو عمل الرواية إزاي؟ أفكر إزاي؟ هو عمل لي تقسيم جميل جدا للرواية، وديت اللي هي بداية الروائي الناجح في رأيي، إن هو قبل ما بيبدأ يفكر في عمل رواية أو كتاب مثلا أو بحث علمي كما يمكن تعودنا أثناء الكلية، يمكن الدكتورة فوزية تعلم ذلك في البحث العلمي، إن إحنا لابد إن إحنا نخطط الكتاب ونحط عناوين لكل شابتر وإحنا عايزين نوصل للهدف ونعمل إيه وهكذا. فأعتقد ده اللي عمله الدكتور أحمد، إن هو قبل ما يبدأ تقريبا في اختيار العنوان وفي اختيار الإهداء، إن هو فعلا عمل تقسيم للرواية وقسمها زمنيا وقسمها تاريخيا. طيب قسمها إزاي؟ هو بدأ لي في الأول حتة إن هو مهد لي، حطني قدام صراع ما بين شخصيتين، الشخصية بتاعت قبيل قبوة والشخصية بتاعت رضوان الورداني. بعد كده لما مهد لي وختمها ايه، قال له ان واحد لا يعني في المكان ده لازم واحد مننا هو اللي يفضل، ده زي ما قبوة بيقول للايه للشيخ الورداني وكده. بعد كده قام نقلني للنقلة التاريخية بقى للدولة العثمانية والظلم بتاعها وكل معلش باللفظ الدارج البلاوي الزرقاء بتاعت الدولة العثمانية. يمكن الدكتورة الفوزية بتضحك يعني. فهو سلط الضوء على مين؟ على اللي هو العثماني الأخير اللي هو زي ما شفنا من العنوان. طب العثماني الأخير دوت، هل هو فعلا الراجل اللي هو السلطان سليم الثالث بس؟ واللي هو ابن غير الشرعي للأبيه، وإن الابن الشرعي نفسه هو يقوت اللي هو جه للشيخ رضوان وقال له تعالى لأن نفس أفكارنا وعايزين نعمل حركة إصلاحية والكلام دوت. هل هو فعلا الدكتور أحمد يقصد فعلا إن هو يلقي الضوء على ويقول لنا إن الراجل ده هو العثماني الأخير؟ أعتقد لا. وده اللي هيتكشف لي أو اللي أنا لاحظته من آخر الرواية، خاصة لما بعد ما خلص الرواية قال لي ما بعد الخاتمة. وبالتالي هنا أنا اكتشفت إن الدكتور أحمد مش يقصد بالظبط إن الراجل ده هو العثماني الأخير، ولكن هو عايز يعمل اسقاط على الزمن وعايز يقول لي حاجات كتيرة جدا. وزي ما أنا قلت إن الرواية بتبوح بأسرارها، كل ما إيه كل ما الواحد يتعمق فيها أقرأ وفصل يسلم فصل وهكذا. فإذا الفقرة أو الجزء الأولاني التاريخي تناول الدولة العثمانية ومن الظلم بتاعها اللي إحنا شفناه قانون البغي اللي هو حطه محمد الفاتح، وقال لدرجة إن هو وصف لي وصف فظيع جدا وشنيع جدا، إن السلطان قتل أبوه وقتل 19 من إخواته علشان خاطر ينفذ قانون البغي ده، إن لو حد فعلا عارض السلطان لا يقتل حتى لو أبوه أو أخوه. طيب لخص لي برضه ظلم الدولة العثمانية في جملة جميلة جدا على لسان رضوان الورداني. طيب لما بيسأله بيقوله طيب يعني إزاي الدولة العثمانية الدولة ظالمة؟ قال له إنها استحوذت على كل ثروات كل البلاد اللي هم دخلوها وخدوها، وناهيك عن الظلم وناهيك عن ظلم العباد وثروات البلاد، لدرجة إن هو ضرب لي مثالين، مثل بسليم الأول لما دخل مصر وقتل في يوم واحد 10,000 مصري، وأيضا لما دخل أرمن ومذبحة الأرمن في اليونان. صحيح. برضو يعني برضو دوت يعني دي أمثلة ضربها دكتور أحمد ليه الظلم اللي كانت بتعمله الدولة العثمانية. يعني إذن الدولة العثمانية ما كانتش هي الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية واللي مش عارف إيه، لا يعني حتى دخول الدولة العثمانية مصر 1517 كان على حسب ما قرأت تاريخيا ان هو كان بالمصافة، لانهم كانوا في حرب مع الفرس في الفترة دي، وبعد كده اشاروا عليه لا ده مصر مكانتها جغرافي لانك انت من خلالها هتقدر تسيطر وتحارب الفرس كويس. فمن هنا دخل مصر، وبعد كده لما دخل الشام وعلى مكة صوروا له بقى الشيوخ اللي هم
ما يسأل لهم بقى ان هو بقى امير المؤمنين وخد لقب عمر بن الخطاب. اه بالظبط. اه وخد بقى ان هو عمر بن الخطاب الثاني، فعجبه بقى اللقب امير المؤمنين وخلاص زيد ظلم بقى واعمله وقتله واعمله وهكذا. طيب لو باختصار، لو كانت ديت الفتره الاولانيه الثانيه وشفنا الظلم بتاعها وانتهت برضو بمقتل يقوت لما طلب منه سليم الثالث دوت ان هو يجي يتزوج امير الامراء بنته، فخده وعمل له خديعه، ونفس طريقه الخيانه والسفاله ان هو بعد الحفله بتاعه زواج بنته عمل فيه ايه؟ تحركوا حواليه وقام قتله بالسيف، خنقوا ان هو الحبل المقسمين، الحبل الحرير اللي دايما يستخدموه في خنق اشقائهم وابوهم وقتلهم وكذا. صحيح. يعني للاسف يعني هي دي الدوله العثمانيه، هي دي الدوله العثمانيه وظلمها وافتراءها. وللاسف ما نقدرش، انا عن نفسي ويمكن يختلف معايا الاصدقاء او البعض، لا اؤمن اطلاقا انها كانت دوله خلافه اسلاميه اطلاقا.